ريهام أحمد الرمادي، أنا عضوة في الأهلي من وقت ولادتي تقريبا. يعني أنا يعني أهلي أعضاء من 40 سنة أو أكتر في النادي. تقريبا طفولتي كلها مرتبطة بالنادي لحد وقتنا هذا. أنا كل حاجة في حياتي مرتبطة بالأهلي، وجودي في النادي، خروجي، صحابي، كل حاجة في حياتي مرتبطة بهنا في النادي. ذكرياتي في النادي يعني تقريبا كل لحظات حياتي الكويسة في النادي، من طفولتي، البطولات هنا، يعني ككل مكافآتي في حياتي ان انا لما هنجح مثلا هيبقى في حاجة مرتبطة بالأهلي. كل حاجة كويسة في حياتي مرتبطة هنا بالمكان. كان في موقف وأنا صغيرة 4 سنين كده تقريبا، كنت بتمشى مع ماما في النادي، وكان يوم انتخابات، وقت انتخابات، ودخل حد النادي. أنا مش ما كنتش عارفة وقتها مين الحد ده. فجأة لقيت النادي كله اتقلب، ويعني حسيت إن حد عظيم دخل النادي وقتها. فعرفت وقتها ان ده صالح سليم. فده تقريبا كانت يعني من اسعد لحظات حياتي ان انا شفت الشخص ده. انا وقتها ما كنتش مدركه ده مين، بس ادركت ان ده حد عظيم جدا. لما كبرت مع الوقت كل ما بعرف موقف ليه بعرف ان ليه كان ده استقباله ولحظه دخوله النادي، وليه الناس كانت بتعمل كده. فده من أكتر الحاجات اللي مرتبطة بيها في النادي. تقريبا دي المرة الوحيدة اللي أنا شفته فيها. بس أنا لحد اللحظة دي مثلا لما بقعد مع صحابي وكده وبقول لهم أنا شفت صالح سليم، فبيقولوا لي يعني يا بختك إن أنت شفتي شخصية زي دي. إحنا لحد دلوقتي بنتعلم منه حب النادي، يعني هو الأب الروحي لينا. إحنا لما بنعرف في المواقف من الناس اللي حضروه واللي عايشوا معاه واللي اتعلموا منه، لسه بنتعلم منه حب النادي وحب الكيان، وإن هو لازم يبقى الأهلي أهم حاجة في حياتنا. وده حقيقي، يعني إحنا الأهلي أهم حاجة في حياتنا. كمان وأنا صغيرة كان دايما لما باجي مع بابا الله يرحمه النادي، كان بشوف كابتن الخطيب، كابتن حسن حمدي، كابتن طارق سليم. فكل دي حاجات ارتبطت معايا، يعني خلتني ان انا نشأت على حب الاهلي وعلى عظمة الشخصيات دي. شخصية الاهلي يعني انا اتعلمت من الاهلي كل حاجة، يعني اتعلمنا ان احنا لازم نكون رقم واحد في كل حاجة، ما نيأسش، لازم مهما نتعب لازم نوصل للهدف اللي احنا عايزينه، لازم نحققه. أول ماتش حضرته في حياتي كان الأهلي والمصري في استاد القاهرة سنة 97. كان وقتها عندي 3 سنين مثلا، مش فاكرة بس بيتحكي لي. بس من الوقت ده أنا دايما مع أهلي بحضر الماتشات. بعد كده بما كبرت أنا مع صحابي ولسه مع أهلي بحضر. في بعد كده بقى أنا بسافر برج العرب، حضرت فاينل أفريقيا مع الترجي، حضرت في استاد السلام ماتشات. يعني دايما بحاول ان انا على حسب ما الظروف بتسمح ليا لازم اكون موجوده في الاستاد. اصعب ماتش كان عليا كان فاينل افريقيا 2018 اهلي والترجي. انا في حياتي عامه ما بقدرش اشوف ضرب الجزاء، الماتش ده اتحسب فيه 3 ضرب جزاء. فتقريبا يعني كنت كل ضرب الجزاء كنت بقعد تحت الكرسي عشان ما اشوفش. الحمد لله قدرنا نكسب الماتش ده 3، بس ربنا ما قرتش وما كملتش في تونس. بس ان شاء الله يعني نقدر نكملها السنه دي وناخد 9 ان شاء الله. شادي محمد، كره طويله في عرض الدفاع التونسي، لمسه من عماد مدعم، مرتده، تصوير، وجول جول جول جول. الهدف الاول للنادي الاهلي، محمد ابو تريكه يخطف الهدف، هدف غالي جدا. جولنا ابو تريكه في الصفاقسي 2006، كنت انا في ابتدائي تقريبا.
كنت واقفة يعني كنت بتفرج على الماتش مع أهلي مستنية لآخر لحظة. أنا حاسة إن إحنا ما ينفعش البطولة دي تضيع مننا، يعني التعب اللي وصلنا له واللي عملناه كان لازم نكسب البطولة دي. فلحد آخر لحظة إحنا عندنا أمل إن إحنا نكسبها. فالجون ده تقريبا أسعد لحظة في حياتي، مش الكروية لأ، عامة في حياتي عامة. يعني أجمل بطولة نهائي كاس مصر 2007 الأهلي والزمالك. كنا يعني كنا الأول مرة بأن الأهلي يبقى متأخر قدام الزمالك وكده، بس كان عندنا أمل. يعني احنا كنا يعني دايما جمهور الأهلي عنده ثقة انه لازم هيكسب، لازم ما ينفعش احنا لازم نكسب، ما ينفعش أي حاجة تانية. فالماتش ده تقريبا من أصعب الماتشات اللي عدت عليا. يعني احنا اخر سنتين تقريبا يعني قدر ان احنا نرجع كشباب النادي، نرجع نبقى موجودين في النادي، نقدر نخدم النادي في اي حاجة، يعني اي حاجة نقدر نقدمها للنادي، فدي حاجة كويسة. احنا كان من فترة بدأنا ننفصل عن النادي شوية، مش قادرين ان احنا طول الوقت نبقى موجودين في النادي. بس لما اتيحت لنا الفرصه ان احنا نقدر ان احنا نخدم النادي، محدش فينا اتاخر، كنا بنبقى موجودين مع النادي في كل المحافل، في اي حاجه احنا دايما مع النادي. انا شاركت في اللائحه، في ان انا كنت بساعد في ان انا بوصل اللائحه للجمهور وللاعضاء وباخد رايهم وبنشوف ايه يتعدل وايه كده، وشاركت في تنظيم التصويت على اللائحه. ده طبعا يعني اللائحه اللي تحكم النادي، في ان انا شاركت فيها، فدي حاجه انا بفتخر بيها جدا ان انا قدرت ان انا اشارك في حدث عظيم زي ده. شاركت في تنظيم بطولة أفريقيا الفولي بول سيدات شهر مارس 2019 تقريبا. كنا أسبوعين إحنا هنا في النادي، أنا من 9 الصبح تقريبا بنمشي 12 واحدة بالليل. يعني الحمد لله البطولة كانت طلعت بتنظيم كويس، وخدنا إشادة من ناس كتير، كان السفير التونسي كان بيحضر هنا وأشاد بتنظيم البطولة. الحمد لله برضو ربنا كل تعبنا بالخير، وإن الأهلي قدر يفوز بالبطولة دي. شاركت في الانتخابات، في تنظيم الانتخابات والتصويت ومساعدة الأعضاء، كنت موجودة فترة الانتخابات كلها. بالنسبة للمشاركة، أنا مثلا أنا هتكلم عن نفسي، أنا مش ساكنة في القاهرة، أنا باجي من الفيوم. فكان بالنسبة لي أن أنا مثلا وقت اللائحة ده أنا كل يوم بكون موجودة في النادي من 10 الصبح، فبخرج من البيت مثلا من 7 أو حاجة عشان أكون موجودة. فكنت دايما بتسأل سؤال، أنت مش بتتعبي بتيجي من سفر؟ فلا، أنا مش بحس أن أنا وأنا قادرة أقدم حاجة للأهلي مش بحس فيها بتعب. أنا عمري ما أقدم حاجة للأهلي وحس فيها أن أنا تعبانة. يعني في أن إحنا كأعضاء النادي أو ولاد النادي، إن إحنا اللي بنشارك في ده، طبعا ده مختلف عن إن إحنا نجيب حد من برة. كان إحنا كنا بنبقى مثلا في بطولة أفريقيا الفولي بول، إحنا كنا ورا، إحنا مش بنتفرج على الماتش بس إحنا سمعين الصوت. إحنا ضاع مننا أول شوت فكان الجمهور قليل، فبعدين دخلوا الجمهور، فالأهلي الحمد لله قدر إن هو يكسب. كان معانا جوه، كان معايا مثلا 25 بنت اللي بيشاركوا في المراسم والتنظيم، فاحنا كل شويه عمالين بنعرف النتيجه. لما الفريق فاز ودخل، كان البنات الفريق لما دخلوا كان البنات اللي بيشاركوا في المراسم هم بيحتفلوا اصلا. فده يعني حاجه ما كنتش هتلاقيها لو حد جاي واخد فلوس هيعمل شغل وهيمشي. ففي من ده كتير. يعني احنا دايما ممكن هنسيب شغلنا، هنسيب دراستنا، هنسيب اي حاجه، بس لازم نبقى موجودين مع الاهلي، لان احنا في الاخر احنا اولاد الاهلي. يعني قدوتي في الاهلي، يعني بعيدا عن ان هو رئيس النادي حاليا او ان هو لاعب عظيم، كابتن محمود الخطيب. ليه؟ عشان هو انا شايفه انا الشخص ده بحبه من طفولتي. من طفولتي انا طلعت لقيت صور موجوده في كل حته في بيتنا.
أهلي دايما بيتكلموا عنه كويس، شايفاه مواقف إنسانية بعيدا عن الملعب وكده، شخص كويس جدا. فأنا على المستوى الإنساني بحب الشخص ده جدا، ودايما هو قدوتي في كل حاجة. يعني دايما في مواقف إنسانية دايما مش بتلاقيها في حد تاني، فدايما أنا شايفاه إن هو ما في حد صعب يتكرر، يعني شخصية مش بتتكرر. يعني عائلة الأهلي من أول كابتن الخطيب لحد أصغر مشجع مرورا بالأعضاء، وكل الناس تشتغل في النادي. يعني إحنا كلنا حاجة واحدة، كلنا أو أي حد فينا بيرتبط بالأهلي لازم كلنا نحب بعض، لازم كلنا نبقى سبحان حتى لو مش عارفين بعض، بس في الآخر كلنا حاجة واحدة، كلنا في ظهر الأهلي، كلنا عايزين بس الأهلي يكون ناجح وكويس. يعني هي دي فكرة طبعا كويسة جدا، جمعتنا تاني، بقينا كلنا مع بعض في ظهر الأهلي، بنساند الأهلي حتى على حياتنا الشخصية، كلنا مع بعض في كل حاجة. يعني ما فيش حد بيبقى مثلا في أي حاجة، لازم كلنا فعلا، إحنا فعلا عيلة بجد. يعني يا رب يعني دايما نفضل دايما في ظهر الأهلي، ونقدر نقدم له أي حاجة نقدر نقدمها، ويفضل الأهلي دايما كويس وفي تقدم يا رب.